لو نسيت بقايا لبعض الأكل في أي علبة وسبتها بره التلاجة أسبوع ولا حاجة وبعدين رجعت فتحتها، بغض النظر عن الريحة الصعبة اللي مش تبقى طايقها، إلا إنك هتلاحظ إن في ديدان وحشرات بدأت تظهر جوه العلبة. ونفس الحاجة بتحصل لو سبت ثمرة فاكهة ولتكن تفاحة بره التلاجة كام يوم وبعدين جيت تفتحها، هتلاقي برضه إن فيها ديدان بدأت تظهر من جوه. ويمكن من الأمثلة الشهيرة بخصوص الموضوع ده هي الجبنة القديمة أو المش، واللي بيتعمل عندنا في مصر لحد دلوقتي. المش لما بيتساب فترة طويلة بيبدأ يظهر فيه الدود، ومعروفة عندنا في مصر جملة مش بدوده. فيا ترى إيه الحكاية؟ إزاي الديدان والحشرات بتظهر فجأة كده؟ وبيكون مصدرها إيه؟ ظهور الديدان جوه الأطعمة ظاهرة كانت شغلة عقول الناس لمئات إن لم يكن آلاف السنين، لدرجة إن ظهرت فرضية بتحاول تفسر الموضوع ده اسمها فرضية التولد الذاتي. الفرضية الغريبة دي ظهرت للمرة الأولى على إيد الفيلسوف اليوناني أرسطو، وفضلت موجودة من وقتها لحد القرن الـ18. والفرضية بتقول إن المخلوقات الحية ممكن تتولد تلقائياً من بعض الأجسام الطبيعية الغير حية لو اتوفرت ظروف معينة. وكانوا بيعتقدوا إنه التراب أو الغبار ممكن يتولد منه البراغيث، واللحوم أو البروتينات ممكن يتولد منها الديدان. وقالوا الكلام ده يا جماعة بناء على المشاهدة والملاحظة، لأنهم لما كانوا بيجيبوا حتة لحمة ويحطوها جوه علبة مقفولة، بعد ما بيفتحوا العلبة بيلاقوا فيه ديدان جوه العلبة، يبقى إذن اللحمة دي هي اللي تولد منها الدود. ونفس الكلام مع البراغيث. المدهش بقى إن كلام أرسطو ما توقفش على المخلوقات الدقيقة وبس، ده حاول يعمم الفرضية دي على المخلوقات الحية الكبيرة كمان. أرسطو مثلا كان شايف إن الصدف اللي بيبقى موجود في قاع البحر ده بيتولد من رمال القاع، بل إن الموضوع كمان ليه سيستم، يعني لو كان البحر عبارة عن طين أو وحل بيتكون منه المحار العادي، أما بقى لو كان بحر رملي بيتكون منه المحار المروحي، وأما لو كان بحر صخري بيتكون منه الأصطاف. ده غير بقى ان في ناس جت بعد كده وقالك التعابين والتماسيح بيتكونوا من طمي النيل، والفيران بتتكون من خليط من القماش المتسخ والقمح، بما انهم يعني كانوا دايما بيلاقوا الفيران جوه شوال القمح، فقالك خلاص يبقى هو اكيد الفار ده بيجي من القمحيه. طبعا فرضيه التولد التلقائي دي فرضيه غير صحيحه مليانه بالخرافات، مفيش حاجه علميه ولا حتى منطقيه تقول ان احنا لو جبنا شويه قمح وحطيناهم في حته قماش متوسخه وبعدين حطينا عليهم شويه ميه يزرعوا لنا فار. وده اللي الناس ادركوه بعد كده مع الوقت، المخلوقات الحية لازم تتولد من مخلوقات حية زيها، واللي اتعرف فيما بعد باسم مبدأ التكاثر الحيوي. وموضوع الديدان ده بقى برضو بيخضع لمبدأ التكاثر الحيوي. الديدان اللي بتظهر على المأكولات المتحللة ما بتظهرش من العدم ولا حاجة، دي بتتكون من كائن حي تاني، والكائن ده هو الذباب. لو بصيت على أي أكل ولقيت عليه يرقات أو ديدان، تأكد 1000000% إن في حشرة أو ذبابة وقفت على الأكل ده في مرحلة ما وحطت عليه البيض بتاعها وبعدين طارت. والتصرف ده شائع جدا في عالم الحشرات، وخصوصا لما بيلاقوا عنصر بروتيني زي اللحوم النية أو البيض أو منتجات الألبان، وده لأن الحاجات دي مصدر غذاء كويس جدا. ونفس الكلام بينطبق على الفاكهة والخضروات، لو فتحت ثمرة فاكهة ولقيت جواها مجموعة من الديدان، تأكد برضو 1000000% إن في ذبابة جت وحطت البيض بتاعها على الفاكهة دي. الفواكه والثمار بيجذبوا الحشرات والذباب، لأن الحشرات والذباب بيحبوا مادة السكروز اللي بتبقى موجودة في معظم الفاكهة والخضروات. تيجي الذبابة وتقف على سطح الثمرة من بره وتحاول تعمل ثقب وتحط البيض بتاعها جوه الثقب ده، والبيض ده بعد كده بيفقس ويتحول للديدان اللي احنا بنشوفها. أول حد اكتشف الموضوع ده كان الطبيب والعالم الإيطالي فرانسيسكو ريدي. الراجل ده أجرى مجموعة من التجارب العلمية سنة 1668 علشان يتأكد من خلالها هل الديدان فعلا بتظهر من العدم زي ما الناس بتقول، ولا حاجة تانية بتكون هي السبب. والتجربة كانت إنه جاب 3 برطمانات، حط في كل برطمان قطعة لحم نية، بس البرطمان الأول سابه مفتوح ومعرض للهواء، والبرطمان التاني غطاه بقطعة من الشاش أو القماش الناعم بحيث إنها تسمح للهواء إنه يدخل جوه البرطمان بس الحشرات ما تقدرش تدخل. وأما بقى البرطمان التالت حط عليه غطاء مصمت علشان يمنع عنه الهواء تماما، وبدأ يراقب البرطمانات دي لعدة أيام. وأول حاجة لاحظها ريدي إن البرطمان المكشوف دخل جواه مجموعة كبيرة من الذباب وبعدين طاروا، وأما بقى البرطمان اللي كان عليه حتة قماش خفيفة اتلم حواليه الذباب برضه ووقفوا على القماشة فترة طويلة لأنهم كانوا بيحاولوا يدخلوا ومش عارفين، وأما البرطمان التالت مفيش حاجة قربت منه. ولما ريدي يكمل المراقبة بتاعته للبرطمانات على مدار الكام يوم، اكتشف إن البرطمان الأول ظهر فيه ديدان وعمالين يتغذوا على اللحمة اللي جواه، وأما البرطمان التاني ظهر ديدان ميتة على القماش بتاعه من بره، وكانت ميتة لأن مفيش حاجة تتغذى عليها، وأما بقى البرطمان التالت ما ظهرش فيه أي ديدان. واستنتج ريدي من التجربة دي إن الديدان اللي ظهرت هي بويضات الذباب اللي جه وكان بيحوم حوالين المكان، وعلشان كده البرطمان المقفول ما ظهرش عليه أي ديدان. ومش بس كده، فرانسيسكو كمل التجارب علشان يتأكد زيادة، وجاب البرطمان المكشوف اللي الديدان ظهرت على حتة اللحمة بتاعته
وقفله كويس وفضل يراقبه يوم ورا التاني. في البداية لاحظ إن الديدان عملت حوالين نفسها شرنقة لونها بني، وبعد كام يوم الشرنقات دي اتفتحت وطلع منها دبان صغير وبدأ ينتشر ويتحرك جوه البرطمان. اللي نفهمه من الكلام اللي فات ده هو إنك في أي مرة تلاقي فيها أكل موجود عليه ديدان، فده معناه إن في ذبابة أو حشرة وقفت على الأكل ده في مرحلة ما وحطت البيض بتاعها. وركزوا في الحتة اللي جاية دي، لو في علبة مقفولة كويس زي علب التونة الجاهزة مثلا أو البلوبيف أو المشروم أو الفول أو غيرهم، طالما العلبة مقفولة بقفلتها اللي جاية بيها من المصنع مستحيل يظهر جواها ديدان وهي مقفولة. هنلاقي واحد دلوقتي بيقول الله ازاي يا عم، أنا ساعات أشتري معلبات زي التونة واجي أفتحها ألاقيها معفنة من جوه. هقولك في فرق إنك تلاقي علبة التونة معفنة أو فيها فطريات وإنك تلاقي جواها ديدان، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص.